أهلا بكم من جديد. وضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية أقيمت أمسية للسيمفونية السويدية بقيادة الفنان الموسيقار جعفر الخفاف. الحفل تضمن معزوفات لأغاني عراقية تراثية بآلات سويدية، فاختلط الكمان السويدي مع الألحان العراقية في المسرح الوطني. مراسلنا فالح هادي حضر الاحتفالية وعد لنا التقرير التالي، ابقوا معنا. أقول الحمد لله والشكر على كل حال، وأقول أني محظوظ جدا، ومحظوظ مو بس هاي لأني ما ضيعت دقيقة من عمري. Also wir spielen Bode Ock kann man sagen. Wir spielen العراقية بطريقة والقذلة لو ميلها ويا الجفن تتمازح ويا الجفن